رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب حفل افتتاح أعمال مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي الذي نظمته دائرة الآثار العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان التقنيات الحديثة في برامج ومشاريع التعريف بالممتلكات الثقافية في الوطن العربي والتوعية بضرورة الحفاظ عليها وذلك بمشاركة عربية وعالمية واسعة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بهدف تسليط الضوء على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية التراث الثقافي والحضاري وتوسيع قاعدة التعريف بأهمية التراث من خلال الوسائل والتقنيات الحديثة التي أصبحت إحدى مقومات الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، عقد في عمان مؤتمر الآثار والتراث الحضاري الذي أقامته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان التقنيات الحديثة في برامج ومشاريع التعريف بالممتلكات الثقافية في الوطن العربي والتوعية بضرورة الحفاظ عليها. كما يهدف المؤتمر الذي رعته وزيرة السياحة والآثار لينا عناب بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين إلى زيادة إشراك فئات الشباب في مجال التوعية التراثية لما تتمتع به هذه الفئات العمرية من مهارات في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كأداة فاعلة في مجال التوعية بأهمية المحافظة على التراث الثقافي. وقد أكدت الوزيرة عناب في كلمتها الافتتاحية أن دائرة الآثار الأردنية بدأت مؤخراً بمشروع طموح لحفظ حوليات الدائرة باستخدام أحدث التقنيات لأرشفة المعلومات الضرورية بقصد إتاحتها وتوفيرها للباحثين والمهتمين بمجال الآثار. وهنا في الأردن قد بدأنا في استغلال التكنولوجيا في عمليات التنقيب والبحث الأثري، ولكن ما زال أمامنا طريق طويل في الوصول إلى الاستغلال الأمثل في عالم الآثار. وقد كنا من الأوائل في استخدام طائرات بدون طيار أو ما يعرف بالدرونز لغايات التصوير وتشكيل صور ثلاثية الأبعاد للكشف عن مواقع أثرية يصعب الوصول إليها. وانطلاقا من إيماننا العميق بحق المعرفة ونشر المعلومات، وقد بدأنا مؤخرا بمشروع طموح لحفظ حوليات دائرة الآثار العامة باستخدام أحدث التقنيات لأرشفة وإتاحة المعلومات رقميا للباحثين والمهتمين بعلم الآثار والتراث. كما ألقيت في جلسات المؤتمر الذي استمر يومين العديد من كلمات الباحثين الذين يمثلون خبراء وأكاديميين من 17 دولة عربية ومندوبين عن منظمات محلية وإقليمية ودولية، حيث ركزت الكلمات بمجملها على ضرورة تطوير هذا المؤتمر ليكون مواكباً للمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، إضافة إلى إسهامات هذه الدول بعرض تجاربها حول التوثيق الرقمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وتقييم مسيرته العلمية والمهنية أيضاً في المحافظة على التراث والآثار في الوطن العربي. إن التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تعاون بناء منذ انضمام المملكة إلى هذه المنظمات، وها نحن نخطو خطوة فعلية لتوحيد الجهود بيننا في مجال حماية الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي. وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم هي الشريك الرئيس للمنظمات الدولية المعنية بالمحافظة على التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، كونها حلقة الوصل بين هذه المنظمات والمؤسسات الوطنية وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع والفعاليات للتوعية ولبناء القدرات في مجال المحافظة على التراث الثقافي وصونه. كما أن استخدام وسائل العرض الحديثة في المتاحف أصبح مطلبا لا بد من الاقتداء به في متاحفنا العربية والإسلامية، إذ أن جودة المتاحف أصبحت تقاس اليوم بما يتوافر لديها من تقنيات حديثة في العرض المتحفي والتواصل المجتمعي، وليس فقط بما تحويه أو بما تحتوي عليه من التحف الأثرية والمقتنيات. ويطبق الأمر نفسه على استخدام تقنيات قواعد البيانات الجغرافية GIS
حيث ترصد التغيرات التي قد تطرأ على المواقع الأثرية وبيئتها، كما أنها تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة حينما يتعلق الأمر بإحداث تغيير عمراني بالقرب من هذه المواقع، مثل شق الطرق وبناء الجسور وغيرها من المنشآت العمرانية.